يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدين من كل مكان في حلقة جديدة من برنامج طبختة ما طبختة. احنا اليوم موجودين في مطابخ ألمنيوم البحرين، مواصلاتنا كلها ماخذينها من أسواق الحلي، مشكورين وما قصروا. خلونا الحين نروح نتعرف على شروط المسابقة والمتسابقين. في كل حلقة بيكونون معنا في المطبخ فريقين بيتنافسون مع بعض، وفي كل فريق شيف خبير في الطبخ، بس هو ما بيطبخ، كل اللي عليه أنه يوجه عضو فريقه اللي ما عنده خبرة في الطبخ بتاتا ويوصل له التوجيهات خطوة بخطوة وهو في مكانه، وعلى اللي معاه في الفريق يطبخ الطبخة بالكامل وبحذافيرها بروحه، وفي الأخير الفريق اللي يقدر يطبخها معانا صح ووفق المعايير المطلوبة بيكون هو الفريق الفائز. اسمي عبد الكريم الماي، شغلي أنا مسؤول علاقات عامة في الشركة. اسمي فخري سيف. عمري لازم عمري؟ أنا محمود جعفر، عمري 32. هلا المرباطي، عمري 27 سنة. ما عندي بزنس لحد الآن، أنا بلوجر خاص بالمطاعم بشكل خاص، يعني صاحب أعمال خاصة. أسست مطاعم من عام 2009 وأكثر من مطعم، واشتغلت في مطاعم. المهنة سيكوريتي في جزيرة الريف. خريجه هندسه معماريه وصانعه محتوى الكتروني. انا بشكل خاص احب الاكل الاسيوي، احس فيه ابداع من ناحيه النكهات، من ناحيه التنوع. المطبخ الاسيوي عالم كبير صراحه. انا عاده الاكل الشعبي، احب اطبخ الاكل الشعبي، الاكلات الكبسه والمرقوق والمثلوثه والاشياء هذه. لا مجال للمطبخ، لا مجال للطبخ، اعرف اكل انا بس ما عندي خبرة كلش في الطبخ. اليوم وياي صديقي محمود. أنا من طلعت من باب الفريج أول مرة أطلع شفت محمود، يعني عرف بعض من نظرات، من حركات، من أشياء وايد يعني. هلا المرباطي، تلاقينا أنا وزوجها فيصل، بعدين تلاقينا مع بعض وصار فيه يعني اتفاق، كنا متفقين من قبل نسوي مع بعض تصوير وكذا، وسبحان الله جت الفرصة لما كلمتونا. في الانستغرام انا دائما احط ستوري وهو يعلق علي لانه انا ما اعرف اطبخ، قلنا انه لازم نسوي هاليوم برنامج طابخ او شيء، فسبحان الله اليوم صار عندنا الفرصه. بوسيف هلا، هلا بك ابوي. انا احسك وايد واثق في المساعده جدا اللي بتساعدك. أكيد. كريم انا ما بخليك، بتحمل فيني. أنا كنت أتوقع بنذبح نص نعيمي، ما عندنا مشكلة. ما عندك مشكلة؟ لا ما فيها نص نعيمي ولا ما فيها مفاطر. لا ما فيها سهالات. سهالات حطها على يمينك ما عليك. بس أنت شلون في المطبخ؟ لعبتي. وأحمد جايب خبرة ما نبي كذي. مشكلة أنا عارف الدستور. يعني هو يقول لك لعبتي، الله يستر الحين من اللعبة اللي بس. شوف أنا هني الوقت عندي ربع ساعة. الوصفة هني. سهالات. هنا؟ أوكي. ما فيها مفاطيح. طيب. بسم الله. توكل. طلع المستور. سندويتش مهياوة مع بيض وجبن وشاي حليب. شلون نسويها وخصوصا وياي محمود، يعني ما عنده فكرة في المطبخ، قلت شلون بنسويها، تفاجأت الصراحة. لعبتك المهياوة. توكله. يلا. يلا روح. سندويتش مهياوة مع بيض وجبن وشاي حليب. وشاي حليب. اي زين يعني. اروح بيتنا ما يعني ما قد سويت مهياوة. بعد بس قلت سويت سندويتش؟ يلا بسم الله. زين. كلش حتى البيسكس ما عندي في الطاب. يلا وين مهياوة سندويتش؟ تحتاج ال شوف الروتي اذا موجود. روتي اوكي. البيض في الثلاجة، طلع البيض في الثلاجة. وجبن.
من صوب من تحت 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 وينها؟ هاي في الثلاجة مو عارف تبطل. ها حلوين الخبز والمهيوة شلون يسوونها؟ سندويش من غير خبز ما ادري وين الخبز. لا لازم في ال... لازم في خبز. افتحي لحظة لحظة شفتي قايل سهلة هذيك شفتها. اوكي في جب... الجبن اكو هني موجود. ما نبي على روتي ابو احمد نبي على خبز خباز. يا سلام هوب روح عليه بسوي لك حركات وراه روح. والمهياوة البيض كا البيض شو لك مفيه لا مو مفيه حتى النجا لا والله بارد يبي لك تطبخينه انزين بطل البيض زيتون زيتون وين؟ الزيت اللي عندك انزين اكيد زيت طبخ يعني مو بزيت سيارات يعني زيت سيارات هذا وزيت اوكي لحظة بنبطل البيض طيب. بيض وجبن تمام شاي حليب شاي حليب عطني كوب قوس والشاي صوبك شاي كم واحد؟ ثلاثة مهيوم ابدا المهيوم مو مشكلة بنفرضها فرد عليك الحين وين المهيوة؟ مهيوة تعال وين المهيوة؟ توريها وينها؟ شنو هاي لا ذي ماي حلو مو هاي خلطة المهيوة هاي خلطة المهيوة كي هناك هاي هذاك المفروض مهيوة كا 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 مهيوة ليش حاطينا بعيد؟ انزين الحين بس قبليها كذا ايوه انزين ياخذون المهيوة وايد ترى طيش وين قفاز ماله؟ وين شباتي ماله؟ وين شباتي ماله؟ ملح وفلفل بس خليك على جنب بس انزين هاي فلفل طلعي على جنب يلا بسم الله اوكي انزين شو اسوي الحين؟ اعطينا البيض هاي ما يجي قدك هذا مستحيل سوي البيض اللي تبينه هذا الجبن ترى انا ما اكل بيض فما اعرف شلون اسوي بيض لا ما يحتاج تعجبني وقتها قاعد يمشي انا اعرف روحي حتى قلت له في السياره قلت له اذا معي ابو قفاز عود ما بيركب زين الجبن؟ لا لا هذه الاضاره اوكي حطيها جنبها يلا فقش البيض حطي فيه كذي يلا يلا فقش البيض طقيه في شو اسمه بدا ذي؟ بحرف شو اسمه هنا 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 شوفي بحرف ايوه ايوه يلا يعني انا ما اكل بيض فاني سويت بيض هاي اول بس ما كسرت البيضه وذي انا هني خلاص ارتحت يعني هاي المهمه الاولى خلاص راحت ما كسر هذا قوي البيض النوع القوي معروف ثاني ما في هناك انا شفت ايش كثر وقت خذ بس القف راحت علينا اكو هناك وين اكو الثاني بس لبس نص شو العباره هذه واحدة كذا بس كذي الحين ابطله هني ولا هنا؟ يا زيتي لك بيصر اخليه هني ولا هنا؟ طقيه طقيته خلاص تبطل حطي البيض هنا والقشره جنبه بس زين انك سارته كان يقول لي ابو سيف سوي كذي سوي كذي فا اوكي القشره جنبه هني يعني اي ولا اقول لك حطيه حطي كذا شيلي ذا وحطيه شو وديه هناك عندك زين يعني علا جرب جرب ايوه حلو يمكسر البيض يا قوي ترى انا سريع اتعلم سريع ما علي ما عليك زين اوكي سلك سلك خلاص تمام ليش شغل الفرن الحين بس ترى انا ولا مره سويت بيض ثالث بيضه في حياتك تكسرينها ما شاء الله اي اول مره بيضه تكسرينها في حياتك ثالث بيضه تسوي بيض مفيوح مشهوره بالبيض مفيوح دهن او خذ زبده زبده لحظة احكي هني 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 اوكي تبدا قص منها نتفة ونزلها في شو اسمه شيل الخبز عشان يريح لك تقصها على الطرف هنا ايه لحظة اعطيك بوكس اوبس اوكي تمام زين الحين شو اسوي؟ اوكي الحين دوري اللي اسمها العقة ولا شوكة شوكة صغيرة منها ما هي وحدة ذي؟ شوكة في الشوكة ذي ام الاصابع شيء واحدة شوكة ما في؟ يا عيني لا اقول مو طباخ اكو طباخ يا عرب محمود ما شاء الله عليك انت فنان درجة الاولى في تقطيع الزبده كان ترفيع يبي يشيل عني التوتر في الطبخ انا شفته وايد متوتر كان تحاول تعطيه يعني كم كلمه ايجابيه عشان شوي يدش في المود وياخذ راحته شوي اكثر
بصلها دوري مو بي ولا وسخ الدنيا ترى عندهم بس العده ما ادري ايش خاشين. لحظه 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 مو بذي لا هذه كثيره مو بذي لا مو بذي ملعقه عاديه اوكي 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 ملعقه اوكي حتى ملعقه كويسه تسكي ملعقه تسكي ملعقه اوكي زين يلا يلا ملعقه اوكي وش اسوي لا مو في بعد شنو لكن بس ما قلت ما خلط خلط بيض ما قلت طبخت هي انا اعرف من الانستغرام حقها انه ما قد طبخت ابد حط بعد بس لا شو بس لا زين اوكي ايوه بقوة عاد خليهم يختلطون لا تعرفينهم على بعض البيضات خليهم يختلطون زين 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 ايوه اوكي حمى لا حمد لا حس حرارة شوي. تأكد منها شغالة عدلة ولا تزيد لا مو تزيد بس شيلها شوف العيون ولا طيب أوكي كفو تمام قوة شوي أشد ما قد خلطي بيض لا أحسن أحسن أو ما حد خلط البيض مو بزيد ساحة الزبدة تأكد منها خفيف قوة شو لا أبغاهم يختلطون. شي شي شي. طيب خليهم بعدين نخلطهم هناك على هم على الطابية مو مشكلة. إذا شو سوي الحين؟ خلنا نخلط طاولة. شو بيضة وشو بيضة على تحت ال. مبطل ردي. ردي وين حار أشوف في فين حمر. يلا جبنا. سوي الشاي شغل عيون ثانية ونزل عليها. ما في غوري. أو كاتل هني الكاتل عندك. تطبيق كريم شفهيا ممتاز بس العمليا الله يستر منك يا محمود. ماي حار شلون حار صار؟ كا اوه حلو يلا حط الزيت الزيت؟ حطي زيت زيتون ولا الزيت كل واحد شوية حف؟ شو بيه هذا الزيت ولا يكون شو اسمه؟ نو زيت زيت لكن بسرعة هي تصرفت هو في الأخير أي زيت فهمت شلون؟ دام احنا بنحط الزبدة في الأخير هي اللي بتعطي النكهة شوي ولا بعد؟ شو؟ أنا عندي كوليسترول شوي أوكي شوف شيء كذي هني ما بطل ما في يعني. ما في لا ما أنا بيسوي شاي في كوبا أنت تقطعني أنت اللي تطيعني ما أنا اللي أطيعك تني حطيت وايد إيه آخر شيء آخر شيء تسعة لا عندنا بيضات خمس بيضات بدي كم والله كنت أحط شوي وسائلة إنزين إيش أسوي ها إحنا حط خلي تضري الزيت يحمى شوي أوكي during that بيجيب لي شيء كذي حق نحط فيه الشاي بعدين نصبه في الكوبا شوف هني على راحة لا هني كله قدور وهالسوالف قالت بنحط قطعة زبدة عندنا ذي زبدة شو فيها؟ في الأخير بنحط زبدة إذا حمل زيت بنحط شوية زبدة كلها؟ لا كل ذي بنموت لا شوي في بعد كوب موجود أنا ما أبغى أكواب الحين أبغى شيء أحط فيه الشاي تعال أرجع للزبدة بعد طلع عليها ها؟ سكين أيوة بس خليها جاهزة بس خليها هناك خليها محلها بس بعدين بس بنذبها هناك على طول يلا شو له ذا ملبس البس شاي طبخ الشاي في جدر صغير زين هاك خذ هالجدر مو بشرط قوم تصرف توترت في كل شيء يعني حتى الشيء قدامي اشوفه كني ما اشوفه ولا يدري جدر صغير طبخ الشاي لا عمال عليك كريم الريان قاعد يساعدك كل واحد كله طبخ في طبخ خلاص ما في بيض ظبي يعني النار تاكل كل شيء صب فيها الماء لا ما تحتاج نزل طلعت صوتك اوكي نزل عليها البيض طيب يلا انزين شنو راح اسوي؟ ضاع الوقت انت تلبس القباس خلص لا في وقت في وقت وايد مهم انك تحافظين على السلامة الغذائية وبدلت القفاز يعطوني وقت زيادة معلش يا حول غيرت الليل والله خسرتيهم قفازة كفو بس زين الزيت على حر شيء ولا النار إيه على حر شيء تسعة إيه ها تسعة إيه تسعة آخر شيء عندهم تسعة إيه بسوي الدبل إذا ذي أيوة إيه خليها تنتشر على كل ال سبعة سوى خمسة تمام نزل عليها ثلاث بيضات بالعكس لا يا ذي الكسر يلا حلو خلاص حلو اعطينا شو يسمونه شنو ذا المهياوي قطيها على
على الخبزة هي ثانية ثانية عليه. والله رايق بعتنا البيض. افردي مهياوتك على خبزتك. يعني حلو؟ إيه. إيه. مش واجد هذا بنردها احنا بعد شوي. بعد حق الحبايب. بس يلا الحين سوي بك اياه. اوكي خلي تكون موزع ها؟ ولا اسمعي جيبي ذاك الجزء وحطي على هذا يلا اسرع. إيه؟ ايوه أوكي. حطي على هذا ايوه اسرع. اول ما يسوي نص زاويه تمام ابغيك تنزل عليه الجبن. احس كنا ابتديتوا تنسجمون يا بعض. الله يوفقكم الله يوفقكم. بس خليه يكون موزع ها مو كله فوق بعض. اي هاجي بس نص زاويه يحتاج. لا على الاسم بنبلش خلصنا لبكره. زين. خلاص تقريبا توزع الموضوع. زين وخذي بس سكين العود وشلونها الكبير. اي اوكي. واخريها ما نحتاجها. اي ما نحتاجها. افتحي افتحي لي. اوكي. افتحي لي زين اوكي. يلا شوف. زين عندنا المهياوه بعد ها؟ حطها فوقها؟ لا 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 لا. المهياوه بروحها. حطي 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 الزبده اللي قلت لك عليها. وش اتوقع لازم تشوفين دخنها شوي. حطي اي شيء حطيها. ايوه ايوه. هالكثر؟ لا اقل نصها. شيء؟ حلو. الزبده تعطي نكهه. وهي جابت بالضبط الزبده خلتها في النهايه ما احترقت الزبده. في ناس يحطوا الزبده من البدايه وتحترق الزبده ما تحمل حراره كثير. يعجبني استخدمها. هل هني؟ اوكي. شوف الماي مال الشاي طبخ. نزل فيه ثلاثه شاي. وين شاي؟ اكو هنا. تجيب ثاني اوكي. اشيل عن العلاقه. لا طلعها من برا عشان لا يطيح داخل. عاري بذي ولا؟ لا سوي بالمقله كذا شوف. اوكي اوكي اوكي. ايوه حركات ايوه. ايوه وردي كذا على الكاميرا. سكتشن يعني انا؟ كل اليوم بدعت الصراحه. لا ما يمديك. زين. نبي نحطه الحين بعد ما يسخن الزيت مع الزبده. نبي نحطه بعدين شو اسمه تحوسينه بالملعقه تعرفين؟ اول ما يتمخمخ الشاي نزل عليه الحليب. كامل؟ بنحط شوية يوم التجارب. زين زين ايه شو اسوي؟ خلاص سخن الزيت شوفيها بدا يدخن. بدا يدخن. ايه طلعت ريحته. ممنوع التدخين. ابغي مقله ثانيه حق المياه. لعبتنا. لا لا ما تصلح ما ابي غيرها. قطيها شوفي يلا حطيها لا تخلي بسم الله بسم الله اي سمي حطيها. ما بعد يصهر واجد بالزيت. البيض الحين المفروض خلاص. ايه. اوكي نزل عليه الجبن. كم واحد؟ غطى كله يعني. اول ما نحط عليه الجبن راح يسيح وبيعطي طعم وايد لذيذ في الطبق بعدين. الجبن مرة يسمونه. فلسف. زين جيبي لك الحين نفس الملعقه ذي اللي بيدت. ايه ايه يبغى لك ايش تحركينه. زين ايه شوي شوي حطي اول ملح وفلفل عشان ما ننسى. اكو شوف تقول لي ما فيها شوي نبش يعني. اول عندك مطبخ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شو يسمونه اول ها؟ شو يسمونه؟ شنو هذا؟ جبن سليس برا يسمونه. ها شو يسمونه؟ حطي فلفل؟ اه جابوا له شو حطي كل شيء في محل. اوكي. مو بالهذي ها عشان ذي ما يحتك علينا وين في السندويتش. اوكي تمام. تفضل. شكرا شكرا. ركزوا على الامن الغذائي. برا يسوونه. يبي يخف الضغط عليه. يحاول يبي يسوي بلنس شوي في الضغط. يعني الحين احركه ولا ما احركه؟ ها؟ احركه ولا لا؟ بسمع. احركه ولا لا؟ اي حركي على راحتك ما عليك. اوكي. حركي. مونا تشيز. في البحرين عندنا امهات شويه ملح كان قاصر البيض. اي يبينا بنقلبه ببديع بنحط له. تبي تسوي كذا؟ لا 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 ما حتى انا ما اعرف ما صدق. انا ما ودي اعطيكم اصحاب توهق انتم بروح على الفريق يكسر الخاطر لكن ها شروط المسابقه وانا جايكم. احمد مجبور شو
شنو ذي؟ تسحب لك ورقة من صندوق اسحب وتوهق. مواتف توزع مواتف؟ الله يعينك يا الضارب كله صاير هنا. قد فزت بمرسيدس، لا أربعة سووا لنا مشروب يسرسح. اقراها بصوت. لا شنو شيقول شيقول؟ غمض عيونك وكمل توجيهاتك من غير ما تشوف. مشروب يسرسح؟ أنا شاطرة أعرف أسوي. تعرفين؟ إذا في ليمون، في ليمون؟ إيه في ليمون. والله تصرفوا حتى ليمون. مالي أعرف أسوي. يصير هو يسوي ذي ولا لازم أنا بس؟ لا أنت تسوينها. لك أربع عيون مو يا دوب. تهني بواجهن كل شيء. أنا وأنا مفتح الحين مو ملحق وياه، شلون الحين عيني مغمضة وبقعد أقول له سوي كذي وسوي كذي. أعطونا. زين الحين استوى ولا لا؟ لا أشوف ما بعد قلبي شوي بعد. قلبي تقليب كامل، ليه تخافين منه هيك؟ ايش طبخ الشاي انت اول؟ انزين الجبنه ابغيك. الحين قول دقيقتين ابو احمد، مو بوايد بس دقيقتين. المشكله دقيقتين مصايب تستوي فيها يا ابو بدي. كريم دود لك صراحه، محمود تلف اعصابك. اي خل خشي ما عليه. البيض اقلبه وحط عليه ملح وفلفل اسود. ملح وين؟ يعني يمكن جدام بس انا ما بعطى انا هني. زين انا بروحي عيني مغطيه، وين اشوف الملح في وين؟ والله مغمض عيوني يا محمود. والله احلى ريحه بيض شمتها في حياتي صدقني. ابو سيف انا عجبتني حركه انك ترفع معنويات. بيض مختلف يعني مو باي بيض. ما في ملح. ما في ملح؟ طحين ثوم فلفل. تدري لو انا في البيت شرحت. طيب كذا انت بتسوي فطور حق فيصل دايم كذا؟ ما حد فينا يترى. ما عمره فطر؟ لا لا احنا سيدي على الغداء. يروح البوفية. شوف هني هالمكان المفروض يكون في قدامنا هني ملح وفلفل اسود، هني او هناك. انا احب اسوي لوبه. ها؟ احب اسوي لوبه. اي اوكي. اسهل شيء. ايوه. بعد اللي حطيناه مو تقول بتشوف من تحته يعني بعد خلاص. احترق. شنو اللي احترق؟ البيض. بس كان ما عليكم امر رشه ملح وفلفل اسود على البيض شوي طلع لنا النكهه. بنر عن الضوء خلاص. اوكي اوكي. خلي الحين شو اسمه نبغى نذوب هذا عليه. شوفي تقدرين تفتحين الجبن شوي؟ خلي شوي. اي 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 اوكي. يلا افتحي الجبن وتعالي. افتحي الجبن ورجع له. بنر عن الضوء خلاص. لا بس اوكي. بنر شنو بس؟ بيض هذا. افتحي جبنتين. زين اوكي. الملح حصلته ويا الفلفل الاسود؟ الفلفل الاسود موجود. اوكي ملح ملح مهم. ما في مطبخ ما في ملح. لا وخليها. لا 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 بس قصيها وخليها هنا. بس قصيها بس خليها هنا. ليمون اسود خلي عليه. لوم شو التكه حط عليه لوم اسود. اي هذا ثاني. قلب البيض على السريع. قلب البيض على السريع لا تحترق علينا. قلبيها ما يصير يا محمود ما في ميل. اوكي قول قول قول. اقول شنو ما اشوف؟ شو اقول؟ مين اللي مغمض فيكم الحين؟ مين اللي يشوف؟ شو السالفه؟ اهدي النار ولا؟ ها؟ اهدي النار؟ ليش تهديها؟ خليها تشب. لانه قال لي طشها. يا نار شبي من ضلوعي حطبتي، خليها تشب. زين حطيت ملح فلفل اسود بنت الضوء شيل البيضه. تمام ما عليك بنوخر الطابي بس ما يحتاج تطفي النار. اوكي مقادير ايش قد بتحط؟ مو تعدم الوادي. قول 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 وياك وياك وياك. واخذي البيض هناك على جنب. اوكي شيل على جنب. ما شوف قصدك النار؟ ايوه واخذي هنا بس جنبه بس جنبه نسوي بس واخذي نظبطه وعد النار وتصرفي بهدوء. ما شوف في ناس لا تركتبك العمليه يبغى لها بس شويه هدوء وشوية حب للشغلة يعني لا أقل ولا أكثر. شنو؟ واخذي أنا الضوء بس. أوكي أصك النار؟ في الضوء على راحتك. إنزين الشاي حطيت عليه الحليب؟ إيه. أوكي نص قوطي؟ إيه. حط فيه شكر. شكر. أفصل الفيش كله. لا تشيلين القباز. يا هالفرن هالمسكين ساعة طن 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 طن. لحظة شاير عليه. ساعة على تلبسينه. إنزين شيل البيضة وردخل زبدة مكانها. وخلها تسيح مره ثانيه. تبي شوكه؟ شوكه اكو شوكه. أيوة شوكه. زين طيب امسك الطابه باليسار. أوكي. ايوه وتعالي هنا حط البيض في هذه الجهه بس البيض كذا. ايوه ايوه اسحب. الله
ما عليك يخلي هو افرد بلاش اعقد الامور. فهذا اللي خليت انها بسرعه بس اللهم تحط البياوت تخلي تخترط في كل الخبزه. كريم مين اللي كان مقمر؟ شنو انت ولا هو؟ انا اللي مغمض. ما هو حسيت خلصت دقيقتين كان شكله محمود. ها وزعيه. اوكي 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 جيب الخبز كذا. اي وزع البيض على بالضبط. ايوه اكل مش قدامك يمك. انا شفت البهارات هنا. ما تعب اروح. بارك الله فيك بارك الله فيك. اكيد ذي الملح فوق زين تاكد اكيد صح. لا زين تاكلنا خلاص يعرف الحين. لان نبغى نحط الجبن عليه عشان يذوب يسيح. ليش ما خلينا زين الجبن وياه؟ لا ما يصلح خلي كذا احسن. الحين حطي بعد البيض عندنا كله كله. اوه شو السالفه سندويش بيض هالكثر. ايه هوب سوي باي 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 هالكثر ملح. مال الذبيحه كامله مو مال بيض الصراحه. ما نبي الدهن ينزل معها كذي بعد هنا اماكن الفاضيه ابي اماكن الفراغ. ايوه بينخلط. شنو بينخلط؟ فاشي عدمت انا كل شيء. محمود حط في قفشه وصب الملح. مو قفشه بعد بترد تحط يعني مره ثانيه. واه شيء انصدمت انا. ماخذ روحه ببرود محمود والله. ودي بروتين. طيب خلاص ودينا. يلا يلا بس جيب حطي الجبن. يلا انزين حطي قطعه جبن على البيض وحاف. ترى في المسابقه في شاي حليب متى ناويين يسوونه؟ ايوه عشان يذوب. ايوه شو سوي فيها دي؟ لان الملح كان في الطرف والتحت ما في شيء. لا توزع عليه شيله شيله. تحطي بيه زين بذمه وضمير بس تقطينه كذا. ايوه طيب دلع يعني. اوكي اوكي حلو. شوفي دار الحين شوفي بتغمض عيوني ابو بديع مره ثانيه ما بشوف المآسي اللي قاعد اشوفها. اضغط شوي عليه برقه. اوكي بسم الله بسم الله. ما عندنا حماصه ما في حماصه. جايب لك القميضه ظاهر كذي. وين تخليش حطه شيل الاول نظف هني مكانك بعد. اعطينا سكين. اعطينا ذيك السكين الكبيره. اوكي ايوه ايوه سويها. كيف حتسوي؟ شو لا هو كذا سوي واحده كذا واحده كذا كذي يعني كذي. ايوه حلوه القصه ذيك قصه كسديه مو خبز مهياوه بالجبن والبيض. شيل البيضه جيب صحن ايش حط فيه البيضه؟ صحن امسك قاعد يدك جنب السكين حطيها جنب السكين. ايوه زي اللي تسوين دائما في المطبخ. خلي تولي خلي تولي. حط انا حط انا دفن. انا افكر خلي الخبز ونسقطها على الخبز. احلى. ايه مو مشكله احنا بس خلينا نجهز باقي المكونات. ايوه حلو وربي ولا فايف ستار هوتيل عشان لو سويناها قطعه واحده يعني الايادي لا تشحى على قولتهم. لكن جت مقطعه وجت بطريقه حلوه. صحن صحن عادي من هنا. صحن ابيض. انت حفظت المحل زين. حفظت المحل وانا مغمض حفظت المحل زين. هاي البيتزا صارت بيتزا. تبي تحطين الثوم زينه هنا ثومه ولا ما عندها؟ ما ادري زين الحين شو نسوي؟ الحين شوي الكركتر نسوي. الزبده رجعيها من هناك. اي اوكي. فنان. يا ريت كريم قايل حق محمود اشوف البيض قبل لا تنزله في الصحن. انا خبري من تحت استوى بس فوق ما يهمني انا. تقعد نص نص. شكرك صخري المويه حطي رجعي بلا شبي. الله يذكرك بالشهود حبيب قلبي. بس خلص نص الوقت. نص ونص بعدين نزل عليها الجبن مو نص ونص وخلها نص ونص. حار حار بعد زين حليب ولا رينبو ولا شنو؟ ما في كره الا رينبو. يصير اسويها؟ ها؟ يصير حتى ذاك الحليب يصير. اي احسن؟ ها؟ اي احسن؟ لا حطي ذا الحليب الرينبو 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 اوكي تمام زين. قفشه حطب افضل ودور. حطب حطب هنا شوف هني تحت والاماكن بعرف سامال بعرف محلهم. لا لا لحظه شوف المقصود هاي الماي. لا ماي اي اوكي اوكي سوري شنو اسمعي تعليماتي انا لا تألفين. سوري 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 انتوا لازم اجيب لكم كوبي اسوي لكم اكو اكو بعد مبطل عينه فراكم عانيته ومحمود وي وي احنا بندور الشاي. يلا مو مشكله صبي صبي بس 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 عشان تعطيني الحليب. الشاي ما كلفتوا على روحكم تطبخونه؟
عندها. ايه ساحة. ساحة الزبدة، زين تعال نزل عليها المهيام. خلاص هذاك ما احتاج دوره واجد لان يعني اموره طيبة. ايوه بسم الله. ايوه. كمان كمان شوية، زلي زلي. والله الوقت 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 يا محمود. لا لا حزين الحليب مفروض جيب واحد ثالث شاي. واحد ثالث؟ اي على حسابهم ما عليك. الحين بيقولون هل ما تسوي شاي؟ جلدك مو بجلدك حتى على الشوك. لا لا حط زيت زيتون شوية بس كذي تحت على اساس لا. خلاص مفروض خلاص خليه خليه خليه. زين الحين لازم اسوي شاي اللي يسرسح. يلا بسرعة اعطينا سرسح. زين. خليه يحتر اول، خليه يحتر. اصبر اصبر اصبر. حلو. انتوا في مطابخ المنيوم البحرين يا حبيبي. واو والله الثلاجه طلعوا لك باي. والله ولا علمتونا ان ديك ثلاجه احسبها كبت يا اخي. في خلاص حلو؟ اكتب عليها الثلاجه. المهيام قاعد يتفاعل؟ زين حلو حلو تمام. سويتوا الشاي هناك حطوا على الشاي. يعني اخذت نص الموضوع او نص المهمه مش اكامبلشت. مفروض هذا حق ذاك هذاك حق ذاك. اسهل شيء جبته قدامي فسويت تو درينكس. انا بيني وبينك ضاعت علومي. I'm not good at this. شلون الامور هناك؟ مهيوم قاعد يطبخ. فانا قاعد اشوفها كانت لون وصارت لون ثاني. ما عليك منها مهيوم ما مو مشكله. حتى قطتك على المهيوم قراط يا محمود. هناك شلون؟ ما في نعناع لكن حق ما طلعنا لك شيء. بس ما عليك احنا بنسوي لهم شيئين، احنا بنسوي شيئين. حلو اوكي. كذي؟ سفسحين اثنين. اي اي طيب. سفسح مو يسرسح واحد. اسوي لك واحد بعدين تحت شربه؟ ايوه انا اسوي. لحظه وين السفره؟ راحتك زين. زين شيل الشاي، شيل الشاي نزله في شوف لك غوري او شيء شكله حلو كذي ونزله فيه. لا هذا السكر هذا هو. اكل كائن لاني بالعيد. بس شوي دايت عنه. وين خليها؟ شوف لك غوري لا يضبط تقول لي انا هني قاعد شتت. في ثلج عندهم هناك شوف الدوري ترى في وقت يمديك في ثلج زين شوفي الحين لحظه تقديم لازم اول شيء خلينا نسوي تقديم بعدين نسوي ذي عشان تعطيني الصحن بس اللي يمه يوزعهم في كلاصات بس روح خلاص المهيام المفروض امورنا طيبه يعني حركها شوي كذي بس لا تحترق الصحن ذي الاصفر هذه الاصفر يصير انا اساعدك يصير له صحن شكرا زين اوكي رجع البيضه هناك المفروض الصحن الجهات كريم زين طباخ ماري نص الكلام ما يسمع بارد حتى لي وفا هالكريم المفروض شنو انت اربع ايادي خمسه ايادي تشتغل ايه زيك ما في شيء هذه شوفي صحن واحد ها ايه؟ وهذه يسوي واحد ثاني بعد ايه؟ اوكي ان شاء الله مطابخين في صالونه سنه شاي بطعم صالونه تمام زين اعطينا الليمونه ذي اعطينا الليمونه ايه يقصيها تكفي بالنص قصيها بالنص اذا الشكل ما يشجع ما بياكل حلو والله تعرفين قصين بس لازم قلت ادري لا 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 مو مشكله لحظه لحظه ما خلص سلايس لا تقطيها قصيها بالنص نفسها ايوه يلا ايه قصيها يا عمري عليك شايكم لونه حلو بس يا ريت حبيبه هيل ايوه اوكي بسم الله الله اكبر بيرفكت ما حطينا فيه هيل ما حطينا فيه خلي نقوله مساع محمود حط الهيل يا يبا مو شنو احلى شذي احلى اي زعم فندقي لا تكسينات كذا هيك كل مليان حبوب مش بعد باقي وقت ترى يعني اولموست احنا دان ترى زين البيض هناك شلون اموره خلصنا ذا هذا الشيء اللي يحطيه في غرفة لحظة لحظة ليش ما نحط كذي؟ إيه أنا الليمون نشيله حاليا مو حلو إيه لأنه مليان حبوب مو من نوع هو جايب من النوع اللي مو لحظة مثلا ذي هني شكله ما مشي ياكل الملاس لا حلو عشان المطبخ حلو طيب هذا اسمه ودي لحظة المشروب اللي صار صح هني هالواري اللي ناسيها عشان تحمون عليها الطيران ايش قاعد تسوي؟ ابندل مهياوة؟ يعني كان شغال بساعة الحين؟ شغال حطه سيدي في الخبز واكسب الوقت اي والله بارد ما شاء الله وشنو بعد؟ اذا في شنو دي هاي خبز كان فيه له؟ هو يشوف اي بس ما يجيس ما يذوق لا بس خلاص حطه في الصحن اي خلاص مو بمجال يعني هو يمكن يدري ان البيض يستوي ثواني بس لا يخترب شكله لا ما يخترب ما يخترب
تبين تصير من ذا شيء وتحطينا زينة؟ خذ قرص زين ونزله داخل الزيت زيتون. اي فلفل 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 الاخضر ولا الطماطم؟ لا اي طماطم زي لا فلفل اخضر. لا مودي البلاستيك كنا بناخذ ذاك البلاستيك اللي على جنب بس طلع لنا بلاستيك ولا كنا بدنا نحط باذنجان بعد. اوه لا 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 الفلفل ذاك. اوكي قص هاي نتفلم دلدله من انزين. هل بس اوكي لحظه في شيء يمكن هني شاي متفنا؟ ها اي جيبي له هالشطه ذيك الحمراء ابو ديك شيل. اي اي خلاص بس شوفه حسه شوفه طلع عليه رفعه خذ. ايه اوكي جيبه خلاص. الطماطم حطونا في الثلاجة. الطماطم حطونا في الثلاجة مو بجال يعني هو يمكن يطلع في فلفل وفي طماطم كل شيء يبي له عيون كل شيء فيه يبي له عيون. يلا شنو لا بروحه كفاية ملح بروحه من هيوم ومالح على جنب محمود تعطينا ثاني اعطي واحد قطي فلفل كنا مو لنا اعطيه على فلفل فيصل ما ياكل ولا شيء بدون فلفل لازم فلفل. لو في بقدونس كان حطيت بعد بس انا حطيت فلفل قلت يمكن يحب سبايسي ما بحط الفلفل داخل يمكن ما يحب. نزله بحيث ما يخترب شكلها يكون على نص القرص. اوكي باقي وزعه على الاماكن اللي ما صارت. لا لا شيلها شيلها مو بزين مو بعد شكلها هذيك الفلفل مو بشكلها مو مضبوط. لحظه شيلها شيلها غيريها. شوف في جبن جلاس فيه اعطيها جنب الليمون والله متزعلين. طيب وين قطع الطماطم؟ اكو هم بقصها. ها يقول لك تقصين يلا. الجهه الثانيه اوكي كفايه صغار يا اخي اختار لك طماطه ديش ديش لا حلو هاي وايد اوكي ذيك ايوه اوكي حلو يلا قولي تتبع التعليمات بحذافيرها ما كان في اي صعوبه كل اللي اقول بالضبط سويته. محمود ما باقي وقت محمود ها بسم الله حلو هناك هناك جو ذيك جهه ما عليه بسيطه اوكي كذا حلو هذه قطع شوفي خليها زي ما هي كذا ايوه لا 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 كذي ايوه اقصها شيء ايوه هورزونتال قصيها قصيها ايوه حرك خليه يتوزع دردح الامور تمام بعد حلو بس اعطيني جنب بعض خليه رصيهم على رصه وسط مهندسين اه ودي بس ما لي ما لي لا انت انطر الحين ايوه طيب سكها اوكي بعد وقصها بالنص لا تخترب اوكي هذه واقفه دي قاعده هذه نسويها حلو كذي حلو كذي الله الله سيبك انت الحركات بتاعت الشمس في ستور والذي هلا ايوه اتقنتها اوكي الله يستر علينا وياك شاكر صح ما شاء الله ما بقى محل بس بعد راح نزيد فلفل شوي عليك ها وشو شكل بس شكليا بس شكليا. اوكي حلو حلو 9 8 ما بيطلع حامض شوي ما له داعي احس خلاص لانه لو اكثر اسوي اكثر هاي سكر الكاس صغير اوكي اي قار مش خلص الوقت كريم مش قار هي في الصحن وفي البليته واحد ما شاء الله عليك لا صراحه هلا هلا والله حي قلبي هلا والله وان تايم احييكم احييكم احلى من الاكثر حبيبي اعزائي المشاهدين المطبخ وايد مرتب بنلبق اللويه وبنرجع لك هلا ابو سيف حييك ربي هلا والله راضي انا راضي بقوه بقوه برزنتيشن واو بس ترى مهم التذوق اكيد بس راضي ابو راضي خلاص على كيفك كلش صدق مضمون ما تجرب اللون بعد في حياتك ما تجرب ولا في اي مكان ولا في اي مكان 12 من 10 ما في اثنين هذه زياده ايش رايك؟ على الله على الله تعارف الكلام معنا تعارف الكلام يعني واحد يقول على الله واحد يقول لك تشوز بس الحين اي بس ابيك الحين تجربه عشان اعرف يعني سويتها حلو كريم نشوف نشوف بسم الله طبعا انت لاحظ ان الشكل احنا سوينا مثلث كذي أيوة. بيتزا كسديه مهيوه اوكي وبيض
وجبن. يم يم يم. من حلاوته تشرك. اي اقول لك خذني الحماس انا. ان شاء الله يعني نكون فال طيب يعني. احنا نروح نرجع ما بنوقف يعني. لحظه لحظه. هذه اضافه بونس. يس. بونس. اصفر واحمر وما خلق الله. شربة البر بعدين. ما اقدر. اوكي لازم نسوي محايد. محايد ونشوف مين اللي بيفوز. بنرجع لك. حلوة الفكرة وفيها يعني فيها ضحك فيها توتر وايد مثل ما قلت لك مجال مو بمجالي بس ككونها فكره حلوه ان تكون واحد يعرف يطبخ يعني. وواحد ما يعرف يطبخ يخربط كل شيء على بعض يعني اول تجربه لي في الطبخ وفي التصوير وذي احس حلو يعني حتى لو احد يبي يشوفني اول مره اكسر بيضه ما في مشكله عندي والله استمتعنا صراحه قضينا وقت جميل الفكره مميزه صراحه ان انت تجيب شيف متمكن وفي نفس الوقت وياه صديق او واحد يعاونه نوعا ما خبرته مو بنفس خبره الشيف فبالانستراكشن وبالشغلات هذه اللي هي المفاجات اللي طلعت اللي هو مثل اغمض عيني والامور هذه ففكره حلوه صراحه احنا استمتعنا وايد قضينا وقت ممتع كل اللي قاعدين يعملون حولنا تحسين فيهم يعني وجه القبول فهمت شلون مرحبين بك مهلين بك ما هو فهمت شلون خلي الواحد ينبسط الصراحة بالقعدة معهم والشغل أنا مستعد أجيك اليوم ما عندي مشكلة يعني الشكل والمواقف اللي صارت ما توحي حق الفوز بس على التست يوم خذوه يعني طلع مضبوط يعني أنا طول الوقت قاعد أطالع وجه أبو بديع وأشوف تعابير وجهه هو يأكل أنا أنتظر أنه بينصدم الحين بيعفس المكان بيطلع كبده بس لا ما شاء الله عليه أول ما جرب هو نفسه تفاجئ قال لي كريم ذوق الطبق فيوم ذقته أنا كلش مختلف عن التوقعات الصراحة حنا فايزين ما فيها طقة عصا أنا أتوقع إحنا فايزين هذه لعبة ثقة مو غرور شكراً مركز الثاني شلون مركز الثاني خطوات الطابخة الفريق الأصفر حصل 6/10 أما الأزرق 8/10 كتوافق الفريق الأصفر كان متفوق حصل 9/10 أما الأزرق 7/10 بخصوص التزامكم شروط المسابقة الفريقين أنتوا حصلتوا نفس الدرجة 9/10 بخصوص الطعم الفريق الأصفر حصل 15 لو بس مقلين الخبز والمهياوة وطابخين الشاي بتحصلون درجات أحسن أما الفريق الأزرق طبق الخطوات مالت الطبخة صح فحصل 18/20 وبكذي الأزرق في الفوز أبو أحمد وينك؟ بس؟ فزنا بس أنت ما تبعت علماتي المشكلة الجميع أشكرهم شكرا جزيلا للتعب هذا يوم واحد احنا اللي حضرناهم كل يوم الله يعينهم موجودين جل ربي يوفقكم جميعا ان شاء الله يا رب ونرجع نشوف ولا ادري عن هو في سوي كذا لا 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 انا قلت شاي في الديون بيت نسيت حطيته في بولي ونسيت رجع البيض هناك انا مو مستوي سؤال أشرب ماء صراحة. التغيير بالنزلة يلعب على الدقيقة الأخيرة. شاي تمخمخ وأحمد شو السالفة؟ الله يحفظك. الله يحفظك طول عمركم مان الله.